برنامج ولاد الأصول النهاردة محظوظ لأنه في حضرة قامتين من قامات الزراعة المصرية والوطن العربي كله. معايا النهاردة الدكتورة شكرية المراكشي، خبيرة الزراعات الغير تقليدية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية. منورة ولاد الأصول يا فندم. أهلا بيكي وأهلا بيكم عندنا في مكتبنا، وأنا سعيدة بوجودكم معنا. إن شاء الله نتكلموا في حاجات اللي تفيد البلد وتفيد كل مصر. كمان معايا النهارده المهندس عارف محمد، استشاري وخبير زراعي شركه اجري ماكس الاسبانيه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. منور ولاد الاصول باشمهندس عارف، ولقاء يعني استناه كتير. اهلا بك يا استاذه، وانا اللي سعيد في موجود في حضره كمان الدكتوره العزيزه دكتوره شكريه المراكشي، ويعني برضه سعادتي لا توصف اليوم في وجودي في مكتب حضرتها. دكتورة شكرية، الزراعات الغير تقليدية نتكلم عنها وشمعنى التخصص ده وحيفيدنا في ايه في الاقتصاد الزراعي المصري؟ الزراعات الغير تقليدية هي جت في وقتها عشان احنا في وقت التغيرات المناخية، الجائحات اللي جاتنا دلوقتي وخصوصا من 2020 لغاية النهاردة وإحنا مع كورونا. فالزراعات الغير التقليدية هي أكل وهي غذاء المستقبل، غذاء المستقبل اللي يتحمل الظروف المناخية الصعبة، اللي يتحمل كل يتحمل كمان ندرة المياه. احنا في فترة بتاعت ندرة مياه، لازم نفكر في زراعات جديدة اللي تتحمل الجفاف برضو. فهو ده اللي خلانا نفكر في زراعات غير تقليدية، وان شاء الله الحكومة المصرية يعني تكون معانا في الفكر ده الجديد اللي هو الغير تقليدي اصلا، لان كل العالم دلوقتي متجه نحو هذا الاتجاه، الاتجاه الغير التقليدي، سواء كان في زراعات، سواء كان في التصنيع، سواء كان في الميكنة، كل المنظومة الزراعية حتتغير. فاحنا دلوقتي بنحاول اننا نخطو هذه الخطوة الجديدة، وان شاء الله ربنا يعاوننا باذن الله. اكيد انا ما بنتكلم دايما عن الزراعات الغير تقليدية او عن مستقبل الزراعة في مصر، بنحاول ان احنا نشوف جديد، لان في خسائر كتيرة للمزارعين، في خسائر كتيرة للاقتصاد، بان احنا لسه ماشيين على روتيننا القديم خالص من قديم الازل، والفلاح بيزرع قمح، بيزرع بطاطس، طماطم. الجديد اللي حضرتك وهنقوله يعني في عجاله، احنا لينا حلقات مع بعض من الارض ان شاء الله. الجديد اللي احنا نقول غير تقليدي كزي مثل يعني غير تقليدي مثل الكينوا، مثل القرطم للزيوت. احنا بنستورد 98% من المحصول الزيتي لمصر، فعشان كده احنا بنفكر اننا نجيب منتجات جديدة من الزيوت اللي جنب زيت الزيتون وجنب زيت الذرة. احنا عندنا زيت الكانولا، عندنا زيت القرطم، لازم نزود كمان في زيت السمسم، في زيت تاني يعني. والزراعات الغير تقليدية كمان فيها زيوت، يعني ممكن نصنع منها زيوت. الكينوا ممكن تصنع منها زيوت، الشيا ديت من احسن الغذاءات الطاقة ضد كورونا وضد كل الفيروسات. يعني معروفة ان الشيا معلقة واحدة من الشيا تدي طاقة طول اليوم للانسان، فعشان كده احنا بنفكر الحاجات الغير التقليدية اللي تدي طاقة للانسان عشان يقدروا يواجهوا الامراض، يقدروا يواجهوا الفيروسات، يقدروا يواجهوا كل الجائحات اللي تيجي، واللي احنا قدامنا جائحات جديدة هتيجي كمان، فلازم نكون عندنا حاجة تصد، يعني زي الغذاء السليم، الغذاء الصحي. الكينوا هي من الغذاء، من الأغذية السليمة والصحية، الفري جلوتين اللي هي خالية من الجلوتين اللي تعمل حساسية القمح،
اللي عنده حساسية القمح ياكل الكينوا، تقدر تكون بديلة للرز ومكملة للقمح. معانا كمان باشمهندس عارف محمد، شركة أجري ماكس الأسبانية، شركة كبيرة وسوبر مومباسا ده حدوتة وأنا متابعها من زمان. كلمني عن شركة أجري ماكس الأول. أجري ماكس شركة إنتاج بذور وليها وكلاء في كل المناطق العربية وفي عديد من دول العالم، وفيه بتهتم دايما بالبعد اللي قلنا عليه اللي هو الغير تقليدي، لأنه عندنا احنا زيادة السكان تزيد بمعدل أكتر من زيادة الغذاء، وما فيش للآن بديل للغذاء للإنسان أو للحيوان، ما فيش بدائل، فبالتالي لازم تكون عندنا أصناف قوية، نضاعف الإنتاجية بنفس مدخلات الإنتاج، نفس كمية المية أحصل على ضعف الإنتاجية، أو نفس مساحة الأرض أحصل على ضعف الإنتاجية. ده الهدف، إن أنا أقدم للمزارع بذور، البذور بيتوقف عليها أكثر من 70% من نجاح المزارع أصلا، فأقدم له بذور إنتاج وفير غير مستهلكة للمياه، فبالتالي يبقى أنا في المستوى العام بساهم في حل مشكلة الغذاء، مش على المستوى المحدود، على المستوى العام كله أنا بساهم في حل مشكلة الغذاء لما بنفس موارد الإنتاج أعطي كمية إنتاج أكتر. فمثال يعني سواء محاصيل علف، عندنا محاصيل العلف منتشرة في العالم العربي ونجاحات ممتازة، أو الخضروات بأنواعها، في كل نوع من أنواع الخضروات في صنف واثنين وأثبت نجاحه في فترة تواجد أجري ماكس في المنطقة كلها. بالنسبة للسوبر مومباسا اللي لفت انتباه حضرتك، يعني أولا بديل في المناطق اللي فيها ملوحة، فما عنديش بديل غيره أن أنا أزرع علف. تاني حاجة أنه كمان في المساحات الكبيرة اللي الناس تزرع فيها زيتون أو موالح، أنا ممكن أستخدم محصول علف لأنه متحمل للظل، ما فيش محاصيل تتحمل الظل مثل السوبر مومباسا، أن أنا أستفيد من المسافات البينية، بتبقى المسافة بين الشجرة والتانية 5 متر 7 متر، بتقعد 10 سنوات خالية على ما الشجرة تاخد حجمها، فأنا أستفيد من نفس المساحة دي ولا كأني زارع شجر، واستفيد منها في محصول العلف، وفي نفس الوقت لي فوائد أخرى على الأشجار كتيرة، يعني حتى بانعكاس حرارة الشمس لما تكون أرض مسطحة غير لما يكون أرض مزروعة، بيوفر رطوبة كتيرة حوالين الشجر، فبالتالي المجموع الجذري يكبر. يعني عملنا عليه تجارب في المسافات البينية بين النخيل، نفس إنتاجية المساحة بياخدها نخيل تمور وبياخدها محصول علف، وما فيش حد واحد محصول أثر على الثاني، بالعكس كانت التأثيرات إيجابية أكثر، يعني محصول العلف ممتاز ومحصول التمور ممتازة. فإحنا نستغل، بنحاول دايما نصل حاجة اسمها الاستغلال الأمثل للمساحة. عندي مساحة ما تقودش وقف على الأشجار، أزرعها محصول علف. عندي أرض فيها ملوحة، ما فيها ملوحة ما توقفش وأسيبها تملح أكثر، أزرع محصول علف أنا أستفيد منه، وفي نفس الوقت ما يأثرش على نسبة ملوحة الأرض، لا أو بيتحمل الملوحة أكثر من محاصيل العلف الأخرى. يعني مثلا البرسيم يعني 3000 5000 بالكثير، وبتضعف الإنتاجية، هو بيتحمل إلى 10000. يعني طبعا في نسبة وتناسب بين الإنتاجية والملوحة، لكن ده بيتحمل بيعطي إنتاجية مرضية في لغاية 10000 جزء في المليون. يعني فأنا إزاي أستغل الأرض اللي هي غير صالحة لمحاصيل أخرى أستغلها في محصول علف. ده غير باقي الأصناف، الخضروات كلها موجودة، وإن شاء الله فيه يعني لأول مرة أتكلم عنها، أجري ماكس شغالة يمكن من سنتين، في تجارب وقراءات على محصول العلف إن شاء الله، المورينجا العلفية نتائجها ممتازة جدا جدا كمحصول علف، تتقص 5 6 مرات في السنة 7 مرات، وبتدي يعني نسبة بروتين أعلى من أي محصول علف آخر، لأنه فيرم القرون على الأوراق على كده، وفيها الفيتامينات اللي هي فيها كل شيء للحيوان. فإن شاء الله بذور مورينجا هتتوفر العلفية، وتبقى إن شاء الله أجري ماكس جروب هي رائدة محاصيل الأعلاف في المنطقة إن شاء الله. إحنا لما بنتكلم عن البوني كام أو سوبر بومباسا، إحنا في حلقة النهاردة عايزين نغير ثقافة مجتمع من زمان على الزراعات التقليدية، إزاي يعني أوصل له فكرة إن أنا
بديل البرسيم او مش بديل، مساعد مكمل ان انا انشر زراعة البونيكام. المزارع في الوقت الحالي بتكلف كتير، فتكلفة الزراعة بقت غالية. زمان كان معظم المزارعين، انا من مزارع اصلا، كان معظم البذور كسر بذور، يعني ياخذ بذور المحصول السنة ذرة او غيره ويزرع بها السنة الجاية، فكان الانتاج اللي بيجي بكفيه وكانت تكلفته قليلة. يعني كانت الارض غير، ما كانش فيه تسميد كتير ولا تكلفة عمالة ولا ما كانش فيه تكلفة على المزارع، كان ممكن عمل عائلي يعني. لكن في الوقت الحالي الزراعة مكلفة، فلازم اذا كان مكلفة يبقى اشتغل صح. وبداية الزراعة الصحيحة انك تختار بذرة ممتازة مواصفاتها جيدة، مواصفاتها اذا كنت تنتج صنف خضار تكون مقبولة في السوق وتكون مطلوبة وتحقق لك عائد وربح يعوض تكلفة الانتاج ويحقق لك ربح ويخلي الزراعة تستمر كنشاط مربح، مش نشاط طارد للمزارعين، لا، نشاط مربح يجذب الآخرين انها تشتغل في نشاط الزراعي. أول قرار بياخذ المزارع انه يختار البذرة الصح. ودائما يعني انا في حاجة في كثير من الدول، يعني اللي بيكون البذرة يعني او بيتكلم على البذرة بتلاقيه يعني بيسموه يعني قمصونجي او بياع مثلا. انا كمهندس زراعي ما اقدرش اروح اقعد في محكمة اكتب عريضة واقدمها للمحامي اللي قاضي مثلا، لانه مش مهنتي. لكن في الزراعة مستباحة. فالمزارع وقع تحت يعني ما بيسألش واحد انت شغلتك ايه، وانت مهندس زراعي انت، لا انا بقول كذا. انا بنصح المزارع انه شوف الاول وبعدين اشتري. فيه طماطم، لا وريني الطماطم زرعتها فين وشوفها واقتنع بيها واشتري وازرع. مش في حمل المزارع انه جرب حاجة مجهولة. شوف انت وبعدين ازرع، شوف المحصول وبعدين ازرع. اي شركه، احنا شركه منتجه للبذور، لكن اي شركه تقدم لك بذور انت شوفها وازرعها.